ابويا بالنهر؟ ايه يا سيدي. ليك ليك هذا السلوك تبعه. الله لا يرده. طمني حكيم، شو عايش؟ الحمد لله وحين نفس عايش، بس ما بخبي عليك يجوز ما يعيش. دخيل الله حكيم، قول غير الحكي. نحن رح نعمل اللي علينا والباقي على رب العالمين، قول إن شاء الله. إن شاء الله. طيب قل لي شو بجيب لك؟ بدي ببور ومي سخن كتير. يلا فور. يلا بسم الله الرحمن. أخ رصاص شي والعيه، ايش بدي اسوي؟ الله يحميك يا عبود. بسم الله. وهي طلعنا رصاصة، هيك زال الخطر. يلا يلا عنية الشفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. هي وقفنا النزيف لحم الجرح. طمني يا حكيم، بعيش؟ إن شاء الله بعيش، ما لنا غير ندعي له. اسمك يا رب. لك سؤال مختار. تفضل. شو بيقرب لك الشاب؟ ابن اختي. إن شاء الله معافى. الله يعافيك. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. الله يسوقك يا عبود. حقوني على حالك. يا أهالي حارة اللوز الكرام، اسمعوا شو بدي أقول أنا. هذا كتاب من سيدي وكيل السرايا، بقى الكل على نصته. ها نعلمكم يا أهالي حارة اللوز أنه عبد الرحمن الشامي الملقب بعبود انكمش من لاط وتنفس فيه حكم الإعدام يلي طلع بحق الآن. ومنحب نقلكم انه سيدي وكيل السرايا وسيدي الكولونيل وعدوا انني لقوا يلي قتل الزعيم ابو شكري، وفوا بوعدهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله اكبر، الله لا يردك يا عبود الشامي. يا ربي الله يرحمك يا سكرتي، ويرحم كل حبة تراب نزلت عليك، ويجعل مسواك الجنة. قتلوك ولاد الكلب. كيف تمتت؟ كيف تمتت قبل ما تبان الحقيقة؟ بس تارك عندي يا رفيق، تارك عندي. Yeah.
ملوك اللي ما بيخاف والله. روحي يا عمو، قلبي وربي راضيانين عليك. الله يكسر ايدك، لك الله يكسر ايدك. يا ابو فوزي شلون بدي طول بالي؟ شلون بدي طول بالي؟ عبود صحيح من بطني، بس انا اللي بربيته، انا اللي صرت عليه الليالي، وانا اللي بعرف قديش هالبطية بياخذوا مني، بياخذوا مني هيك كله منكم يا بيت ابو الدهب، كل منكم اللي ما بتخافوا الله. يا سلام خلص يا ابو فرس ايدك، خلص الله بده يحاسبكم يوم من الايام. يا سلام خلص يا ابو فرس ايدك، كل منكم يا بيت ابو الدهب. شو بها هي امي؟ اه اللي ما بتخافوا ليش عم تسبنا؟ نحن شو دخلنا؟ نوري الله يمشي عني ابنك، الله يمشي عني اعز الناس لك. خلاص يا عمي أصير، خلاص لا لا لا، أنا ما عاد فيني أتحمل وما بدي أسكت. لا أمي، على حب النبي تركيا، المرة فقدت محب. السلام عليكم. إيش بك يا عقوب؟ إيش صار لك؟ أحسن شيء أقوم أقعد في المضافي، أحسن ما حدا يشوفني. لك ليش هيك المجبر عم يدخلك؟ ليش عم تبكي؟ لا ما في شيء زعمي. شو ما في شيء؟ ليش عم تبكي؟ إجاني خبر أخي تعبان شوي. لا إيه الله يعافي، سلامته سلامته. اسمع، طلع اطمن عليه، بات هنيك ورجع بكره. يلا لا ما في سائل، ما في داعي. أسوي لك قهوة؟ ساوي.